بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلونا نرحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن إبراهيم عبد الصمد. كابتن إبراهيم أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ، وألف ألف مبروك طبعا فوز النادي الأهلي. حاجة لحضرتك بس أكمل الترحيب بالنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، ألف مبروك. إحنا باركنا لك أول إمبارح في البحر. أنا باركت لك. وإحنا باركنا البعض يعني. ألف مبروك يا كابتن حشيش، النجم الكبير كابتن محمد حشيش. يعني اعتقد ان فوز مهم جدا، فوز الدوري او فوز النادي الاهلي بالنسخه رقم 41 من الدوري العام المصري، اعتقد ان هو فوز مهم جدا على الرغم من ان النادي الاهلي معتاد على الدوري العام، بس ده ليه نكهه خاصه. أيوه. اولا حمله التشكيك الغير طبيعيه ده اللي ما زالت شغاله. لا، حمله التشكيك الغير طبيعيه اولا في مجلس الاداره وفي اللعيبه وفي الاختيارات وفي المدرب طول السنه. وبعض من الاعلاميين قال لك الاهلي في المنطقه الدافئه وان شاء الله باذن الله يصعد، ويعني عيب يتقال على النادي الاهلي انه في المنطقه الدافئه وانه يعني ان شاء الله باذن الله هيسعى انه يتقدم لقدام. فالحقيقه ليه نكهه خاصه، اولا انت كسبت الدوري جاي من بعيد قوي، الصفقات بتاعت يناير الحقيقه دعمتك بطريقه هايله، ده يبعد الشك عن الجهاز الفني والناس اللي تختار اللعيبه اللي جايه. كون ان انت تكسب ب 8 بونت فرق عن الناس اللي كانوا سابقينك ب 8 بونت، ده طبعا مكسب تاني. مكسب نادي الزمالك في الماتش النهائي اللي هو يعتبر دوري خاص، قمه الدوري، دوري خاص فقمه الدوري، فده الحقيقه المكسب بتاع الدوري ده بالذات احسن من اي مكسب تاني. مبروك لمجلس الاداره ومبروك للعيبه والجهاز الاداري والفني، وان شاء الله باذن الله في افريقيا اللي جايه وفي الكاس اللي جاي والمواسم اللي جايه ان شاء الله يحققوا انتصارات، مجموعه ممتازه ومنتقاه بطريقه جيده. نعم. حتى الصفقات الجديده اللي جايه ان شاء الله، انا عارف ان انت هتتكلم عليها، الصفقات الجديده اللي جايه البوادر بتاعتها واضح ان هم انتقاء جيد ان شاء الله اضافه للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله الصفقات الجديده دي. طيب كل اللي انا هقدر اقوله يا جماعه، مش هقدر احرق لك، انا قلت صفقات جديده وخلاص. مش عايزين. كل اللي انا هقدر اقوله ان يعني النادي الاهلي لم يغلق باب الصفقات الصيفيه. النادي الاهلي بوجود احدث الصفقات محمود متولي لم يغلق باب الانتقالات الصيفيه، ويعني اليومين اللي جايين كده ربنا يسهل وتشوفوا وتسمعوا اسماء مهمه جدا حضراتكم كنتم متشوقين ان هي تبقى موجوده في النادي الاهلي، والجهاز الفني طلبها. الجهاز الفني للنادي الاهلي طلب هذه الاسماء، وبالتالي زي ما قلت لكم قبل كده العقود بتبقى في الدرج عند المهندس عادل القيعي، وبعدين بيقول له انا عندي شريف، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، كابتن ابراهيم عبد الصمد، انت عايز اسلام او بلاش اسلام، وخد شريف وخد كذا، وبيتناقشوا، وفي النهايه بيقع عليه الاختيار بيبقى موجود داخل النادي الاهلي. فحتى هذه اللحظه النادي الاهلي لم ينتهي من الصفقات الصيفيه، وانتظروا الجديد خلال اليومين القادمين. مبروك يا كابتن شريف. مبروك كابتن اسلام. بس خلاص. مبروك يا كابتن حشيش. خلاص. مبروك يا كابتن. لجماهير مصر. مبروك لكل اهلاوي في الدنيا كلها. طبعا. حقيقه تحملتوا معانا السنه دي ضغوط نفسيه. كان كلكم يعني مش جماهير بس، والاداره وكل من يعمل في النادي الاهلي الحقيقه. عدى عليه موسم استثنائي في كل شيء الحقيقه، انما الكيان والمبادئ والاخلاق انتصرت في الاخر. وربنا دايما يعني بينصر النادي الاهلي ان هم ناس عندهم دستور وبيمشوا على السطر الصح. فين اللي اتعلمناه كلنا يعني الفرمطه اللي احنا فرمتنا فيها يا كابتن بريم واحنا صغيرين، انا حضرتك مثلا لحقتك وانت في اخر الايام مثلا بتادي فيها، وبعدين شفتك كمدرب فاشتغلنا معاك وشفنا ايه المطلوب مننا. اللعيبه اللي موجوده دي زي ما اسلام بيقول اللي بتبقى صفقات او مش صفقات بيخش بيحصل له فرمطه في الدستور نفسه، دستور الاهلي العظيم اللي هو لا يسمح الا بالبطولات تبقى في الدولاب بتاعه. فنصر من عند ربنا كبير قوي هذا الموسم الحقيقه، بهديها بقى للناس كتير اللي احنا عارفينهم اللي استحملوا كتير قوي بصراحه، ناس كتير قوي يعني بقوا الناس كلها عايزه تهت فيهم وعايزه تشكك فيهم وعايزه تعمل فيهم، انما الصح هو الصح يعني الاهلي هو الاهلي يعني. فانا مبسوط جدا، وبعدين نصرتين في 3 4 ايام اعتقد انها لكل ما تحدث
في فريق العالم يكسب مثلا ريال مدريد يكسب الدوري ويروح كسبان برشلونه الماتش اللي بعد 3-4 ايام طبعا بتبقى قليله جدا بتبقى حدث بيبقى قليل كمان انه يحدث بيبقى في التاريخ أيوه. موجود يعني. فبشكر اللاعبين جدا على الاداء اللي ادوه الاستحمال اللي استحملوه من الضغوط النفسيه عليهم لان في الاخر كلنا بنتكلم وكلنا بنعمل حاجه والاداره بتشتغل وبتوفر الامكانيات وكل حاجه ويبقى الملعب يبقى اللاعب هو اللي بيترجم كل شيء يبقى اللاعب هو اللي بيستحمل الضغوط النفسيه اللي عليه ان لازم اكسب النهارده عشان اخد الدوري لازم اكسب عشان ابقى فيه فارق عن المنافس التقليدي بالنسبه لي فكل النجاحات دي اكيد جت من تركيز عالي جدا جهاز فني قدر يوفر سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني بتاعه قدر يوفره للعيبه ازاي يخلعوهم من اي حاجه تاثر عليهم او اي حاجه تخرجهم بره الا البطوله بتاعتهم فانا بشكر الناس كلها الحقيقه وبهني طبعا مجلس اداره وكابتن محمود خطيب على الفوزين العظيمين اللي هم حصلوا في 4-5 ايام وده اندل فبيدل على النيه الطيبه والاخلاق الحميده اللي موجوده عندنا على طول مبروك يا كابتن حشيش مبروك لنا كلنا احنا طبعا باركنا يوم الماتش للناس كلها مجلس الاداره وجهاز ولاعيبه والحقيقه ده بياكد يعني المكسب ده بياكد ان لازم المنظومه تبقى متكامله يعني في فرق سبقتك السنه دي وكانت سبقك بنقاط كتيره جدا جدا اكتر من نادي انما المنظومه المتكامله من مجلس اداره وجهاز فني ومدير الكوره ولعيبه وجهاز طبي واحمال وعمال كل حاجة. ودنيا كلها هي دي المنظومه المتكامله اللي انتصرت معهم دعم كبير من جمهور النادي الاهلي اللي ثقته ما اتهزتش ابدا في اللعيبه ولا في النادي ولا في مجلس الاداره داعم الاول كانوا داعم اول للعناصر دي صح. كلها هي دي كانت مهمه جدا جدا يمكن دي اللي بيفتقدها او تفتقدها انديه كثيره في مصر الجمهور وهنفضل نقول ان جمهور النادي الاهلي هو العنصر الاساسي في بعد ربنا طبعا مكسب النادي الاهلي وتفوق النادي الاهلي مظبوط ودي مش حاله مثلا شاذه السنه دي للنادي الاهلي شفنا حالات كثيره جدا ودوريات كثيره ومواسم كثير قبل كده كان فيها صعوبات والنادي الاهلي برضو تغلب في الاخر يبقى الناس اللي بتتغلب في الاخر دي الناس اللي ماشيه صح ماشيه اداريا صح فنيا صح بتحسب لكل حاجه بتعمل لغايه اخر دقيقه لان الدوري بينتهي باخر صفارة في اخر دقيقه في اخر ماتش الحمد لله نهينا كويس قوي مكسب بطوله دوري صعبه جدا جدا من اصعب الدوريات اللي مرت وكل الناس كانت متفقه على كده وختمت بفوز على المنافس التقليدي للنادي الاهلي اللي انا عايز اقوله بقى ان احنا دلوقتي في مرحله يا اسلام بقى ان انت بتقعد دلوقتي تتفرج وتسمع تتفرج بقى على حاجات غريبه جدا وبتسمع حاجات غريبه والناس بتشكك ويقول لك اصل النادي الاهلي سرق الدوري يعني ايه سرق الدوري ده الراجل جاي وبيدي لك صفاره انذار وماشي عارف يا كابتن اذا كان أول اللي بيتكلم وبيقول هذا الكلام سواء على السوشيال ميديا او في اي حته ده دليل على قوه النادي الاهلي طبعا لان هو بيقول لك ايه ده كان اصل متزيل الدوري طب ده قول لنفسك قول لنفسك لا بالظبط قول لنفسك صحيح من باب اولى يعني من باب اولى تقول لنفسك ان الفريق ده فريق النادي الاهلي هذا الفريق العظيم وهذا الاسم العظيم صحيح. احد من اقدم الانديه المصريه وكذا وكذا هذا الفريق كان متزايل الدوري زمان طبعا بالزبط. عشان المؤجلات مش عشان حاجه طبعا لكن ايوه انا فاهم طبعا بس يعني بس الجدول بيقول انه في الاخر الجدول بيقول انه في الاخر ماشي طيب اللي انت بتقول ان هو كان متزايل ده طب ما هو اللي خد الدوري قبل نهايه الدوري باسبوع ده دي وحشه في حقك انت ده وحشه في حقك انت على فكره الكلام لو لا لو بثمان نقاط دايما انا اقول يقول لك سرق وسرق وايه هو في عقل. طب وانت كنت فين انت كنت نايم اساسا ما انت ما كنتش نايم انت كنت موجود وبتلعب وبتطالب بحاجات كتير وكلامك بيمشي واحنا بنلتزم الصمت لغايه ما جه ساعه بقى الايه الحساب في الاخر صح. والحساب الحمد لله جه في الاخر صعب قوي وجه قوي قوي عشان كده احنا دلوقتي قاعدين بعد ما باركنا لبعض بنضحك وبنشوف بقى الحاجات الغريبه اللي بتعمل بعدين يقول لك ايه ازاي معلول احسن لعيب في الموسم ازاي بقى احنا هنجامل وش دي حقايق بالارقام والراجل بيلعب ناحيه شمال مدافع ناحيه شمال بالكربون ومن الهدافين يعني انت فاهم ازاي جولين كربون في ماتشين ورا بعض
ف يعني لا وفي في النهايه هو الاهلي خد كم نقطه؟ 8 نقاط 80 لا كم نقطه؟ 80 80 النادي الزمالك اللي هو 72 فرق 8 نقاط 72 صح؟ 72 طيب هو ده في كده بس سرقكش في نقطه يعني لا هو ده في كده لا طب وده في سرقه لا دي حقيقه وده في مش عارف ايه لا لكن دايما عشان انا بس لما باجي اتكلم مع حضراتكم الناس بتقول لي بقى اسلام اقول لهم يا جماعه ما هو اصل ده في نقطه يا اسلام كمان مهمه اتفضل انك عمل الكلام ده وعنده ظروف صعبه جدا خلال الموسم حصلت نتيجه للاجهاد الكبير والاصابات انت ما كانش عندك الاصابات اللي زي 25 واحد اصابه تقريبا يعني وصلت لحاجات يعني كده يعني عندك كمان معوقات طول الموسم اجهاد من السنه اللي فاتت ما كانش حد بيلعب في افريقيا انت اللي كنت بتلعب بس وجاي من افريقيا ولعبت افريقيا تاني يعني عندك عناصر كتيره جدا جدا ممكن لو اي حد او مجلس اداره او اي جمهور او اي حد يقول لك احنا معلش احنا كنا مجاهدين احنا عندنا اصابات يعني سيبوكم من الموسم عندنا ده يعني. من الموسم عندنا ده تبريرات كتيره كان ممكن نقولها انما احنا ما قلناش التبريرات دي لان احنا ما عندناش موضوع التبرير ده احنا برضو لغايه اخر لحظه بنصمم على هدف معين احنا برضو هنا بشيد يعني استكمالا لكلامك بشيد بموقف الكابتن محمود الخطيب الحقيقه في وقت من الاوقات كان حصل تشكيك في الجهاز الفني بعد خروجنا من افريقيا وفرق النقاط الكتير فالوقت ضيق جدا طبعا النظره المستقبليه ليه للوقت ضيق جدا انه يمشي مدرب اعطاله الثقه وقال لك لا ده جاي في وقت مش مناسب وكان في مستشفى وما خدش الفرصه كافيه فلازم نكمله كان الحقيقه قرار صائب جدا من مجلس الاداره النادي الاهلي ان هو يستمر في الوقت ده ويمكن هو ده مكسبنا في الوقت ده لان اي مدرب كان هيجي في الوقت دوت لو انساقوا ورا الاعلاميين اللي هم ضدنا لو انساقوا وشالوا الجهاز الفني وجابوا حد تاني كان هيبقى مشكله اكتر لانه مش هيقدر يحكم على مستوى اللعيبه في الوقت الضيق ده صحيح. فالقرار الاداري ده المناسب ده هو يمكن اللي خلانا نكسب الدوري وخلانا نكسب الخصم التقليدي فالحقيقه تمام انا بشيد بالموقف يعني قبل ما نكمل كلامنا عايز حضراتكم زي ما انتم عارفين في الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون معايا احدث الصفقات الجديده لنادي الاهلي النجم محمود متولي بعد نهايه هذه الفقره هيكون معانا فقره خاصه بمحمود متولي هيكون معايا على الهواء مباشره اي حد عايز يبعت اسئله وانا اعتذرت لفريق الاعداد بالمناسبه قلت لهم يا جماعه النهارده عشان الاسئله طبعا انا عارف في ثانيه اسال محمود متولي ده هتلاقيه على ايه على تويتر نمره صحيح. واحد فبالتالي وعلى فيسبوك وعلى اليوتيوب في كل المواقع الرسميه اللي تخص قناه النادي الاهلي ابعتوا لنا كل الاسئله اللي حضراتكم عايزينها سواء على الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي على الفيسبوك او على هاشتاج اسال متولي على تويتر او على صفحتنا على اليوتيوب هيكون معانا بث مباشر لمحمود متولي نجم النادي الاهلي الجديد واحدث صفقاته ومش اخر صفقه. طيب خلينا بس كده بس بس انا ما اقدرش اقول اكتر تقدر تقول انت الناس هتكركب هتكركب كده طيب ماشي عملت شوائهم يعني في الاخر لا في الاخر ايه الجهاز الفني لما طلب محمود متولي ايه اللي حصل؟ مجلس الاداره جاب محمود متولي طيب ايه رايك يا كابتن ابراهيم في محمود متولي بالمناسبه؟ لا لعيب احنا قاعدين نتكلم انا والكابتن محمد حشيش قبل ما نطلع معاك اضافه اكثر من ممتازه الحقيقه وده بيدل على اللجنه اللي بتختار الحقيقه بتختار يعني بنظره ثاقبه احتياجات النادي الاهلي مش تكويم لعيبه وخلاص لا احتياجات النادي الاهلي في المواقع لان حصل اصابات كتيره في نفس المكان دوت حصل اصابات كتير خلال الموسم وكنا مزنوقين جدا ويمكن يكون ان ايمن اشرف جبناه يلعب مساك عشان المشكله الواضحه عندنا فكون ان هم يجيبوا محمود متولي الحقيقه اضافه جميله وخلي بال حضرتك يا كابتن ابراهيم هو الجهاز الفني ممكن يطلب لعيب ممكن يطلب اثنين ممكن يطلب ثلاثه ممكن يطلب اربعه ممكن يطلب خمسه ممكن يطلب 10 احنا مش عارفين الجهاز الفني طلب كام لعيب صحيح. الجهاز الفني عندما يطلب مجلس الاداره بينفذ وبيطلب اللي محتاجه هو بيطلب اللي محتاجه بالمناسبه لان احنا بدايه الصفقات كانت في يناير صحيح. وبالتالي انت محتاج دلوقتي انا ما اعرفش طبعا الجهاز الفني محتاج ايه وما اعرفش هل في صفقات جايه ولا ما اعرفش اي حاجه محدش يعرف حاجه فبالتالي الجهاز الفني طلب الكابتن شريف عبد المنعم هنجيب الكابتن شريف عبد المنعم طلب الكابتن ابراهيم هنجيب الكابتن ابراهيم زائد برضو المجموعه الحقيقه اللي اعارها النادي الاهلي للنوادي المختلفه كلها بتادي اداء اكثر من رائع
يعني الجهاز الفني الله يكون في عونه لما يكون عنده هذا الكم من اللعيبة سواء داخل النادي الأهلي أو سواء اللعيبة المعارة للأندية في خلال المسابقة، مجموعة اللي في الجونة، مجموعة اللي في الاتحاد، الحقيقة مجموعة جميلة والواحد محتار مين اللي يلعب ومين اللي يقعد دلوقتي ومين اللي يمشي. الله يكون في عونهم لما يكون عندك هذا الكم من اللعيبة الأكفاء يعني. فتحياتي للجنة اللي بتختار الحقيقة، وتحياتي الجهاز الفني اللي بيختار نعم الجهاز الفني الجهاز الفني لما بيختار لعيب بيحط عينه عليهم وبيدي الوقت المناسب اللعيب ده بعد سنة هيبقى كويس، يبقى ده نديله إعارة عشان يحتك والكفاءة الفنية بتاعته تظهر وبالتالي ممكن نجيبه تاني. المجموعة اللي في الجونة الحقيقة كلهم بيأدوا بشكل هايل، والمجموعة اللي في الاتحاد كمان حاجة جميلة، كلهم لعيبة أكفاء وإضافة هيبقوا للنادي الأهلي طبعا. كابتن شريف، إيه رأيك في صفقة محمود متولي، أحدث صفقات النادي الأهلي؟ أعتقد محمود متولي تحت الأنظار من ساعة ماتش أتلتيكو مدريد ما كان بنتلعب هنا، وكان فيه ناس اتكلمت ان احنا محتاجين اثنين ديفندر يبقوا موجودين في هذا المكان. حصل اسماء كتير واسماء من بره مصر وجوه مصر، وكان محمود متولي اعتقد على راس القائمه المختاره ان هي تبقى يكون موجود في صفوف النادي الاهلي. بترجع بقى طبعا لرغبه اللاعب نفسه ومشاهده اللاعب لكل ما يحدث حواليه، كل ما هو رايح فين، مستقبله رايح فين، رايح في امان في النادي الاهلي صاحب البطولات، اللي هو بيامل لنفسه او بيطمع لنفسه ان يكون هو بيحقق كل ده. في لعيبه كتير قوي كويسه في مصر يعني ما تقدرش تحصل على بطوله، انما هم لعيبه كويسين جدا وتلاقيهم في المنتخب وتلاقيهم بيادوا كويس قوي في المنتخب، انما التكوين اللي موجود فيه هو النادي بتاعه مش زي نادي الاهلي. النادي الاهلي ما ينفعش يخش في بطوله الا وكل الدنيا بتقول الاهلي وبعدين نشوف بقى الدنيا، زي مصر كده لما تيجي تلعب في اي بطوله بيقولوا مصر بعدين اي فرقه تانية بتبقى موجوده. محمود طبعا يتمتع بأداء متحرر في الملعب، عنده كورة يعرف ازاي يخرج الكورة يمين وشمال ورؤيته الملعب، فمش انا اللي هقيم مع محمود بس، والدنيا كلها قيمت محمود، خلاص الأندية كلها كانت عايزة محمود. انا سعيد بيه ان هو موجود في وسطينا هنا، بتمنى له كل الخير، وطبعا يبعد شر الإصابات عنه يا رب. يعني محمد محمود جه اتخبط عين ما لحقش يلعب 10 دقائق، فانا ربنا يبعده عن شر الاصابات ويخش بسرعه في الدستور اللي انا دايما بتكلم عنه، دستور النادي الاهلي في وسط اللعيبه اللي هي بتحب كل الدنيا، اللعيبه بتحب بعض بشكل غير عادي يا محمود، ما عندهمش مين ده وانا جاي في لا لا لا، ده كله بيلعب على حاجه واحده اللي انت شفته من 4 5 ايام اللي هو الدرع، اللي انت شفته ان هو اللقاءات المهمه الكبيره لازم نكسب فيها. عندك كاس مصر ان شاء الله لو تلعب برضو ان شاء الله يكون ليك وجود طبعا تقدر تثبت انك انت يمكن تكون اول بطوله ان شاء الله محمود تاخدها، ونبقى سعداء بيك وبالتوفيق يا رب، وزي ما قلت ربنا يبعد عنك شر الاصابات. كابتن حشيش، محمود متولي واحد من اللاعبين اللي بيلعبوا في مركزين ثلاثه، من الممكن جدا ان هو يغطي مركز يمين، يغطي مركز شمال، يغطي في وسط الملعب، يغطي ستوبر. ايه رايك في التنوع في أدائه؟ هو طبعا محمود لعيب يعني صفقة كويسة للنادي الأهلي، أنا متابعه من فترة كبيرة لأنه طبعا بيلعب في نفس المركز دايما، الواحد عينه بتروح على المركز بتاعه. هو الحقيقة لعيب على مستوى عالي، أهم حاجة أنه هو مساج بس عنده كورة، لعيب كورة مش معتمد على الكرات العالية والتاكلينج وبس، لا بينقل كورة، وده طبيعه النادي الاهلي او احتياج النادي الاهلي في المرحله اللي جايه انك تبدا كره من تحت، ما عندناش بقى الكره الطويله والكلام ده. زياده على انه بيلعب، شفت له ماتشات كثيره كان بيلعب ديفندر نص ملعب وبيكمل وبيجيد اللعب بالراس اكثر من مره، جاب اهداف من كور ثابته سواء كورنر او كوره على الجناب. لعيب الحقيقه متكامل، كمان الميزه اللي عنده ان هو جاي عنده خبرات من خلال لعبه مع النادي الاسماعيلي في بطولات افريقيا المختلفه، اكتسب برضه خبرات مش هتبقى غريبه عليه برضه وجوده في النادي الاهلي وبطوله افريقيا اللي ان شاء الله يبقى موجود ويبقى احد عناصر اللي موجوده فيها. محمود بقى على المستوى الشخصي هو ما يعرفش الكلام ده، بس انا يعني هو دلوقتي قاعد سمعنا وهيشوف الموضوع ده، ان انا بروح جيم معين هو على طول بيروح هناك خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، وبنتقابل كمان وبتابعه من خلال الجيم ده، بيتمرن بجدية مواظب على التمرين سواء في فترات المكان بيلعب في الإسماعيلي أو فترات الراحة، مواظب على الحتة دي وملتزم في الحتة دي يعني. فأتمنى له طبعا يعني التوفيق في المرحلة اللي جاية، وهو مكسب كبير للنادي الأهلي.
تمام. كابتن ابراهيم برضو لاعب اخر الحقيقه من النجوم وهو الكل اختاره، حتى لعيبه النادي الاهلي او لاعبو النادي الاهلي اختاروا هذا النجم ان يكون نجم هذا الموسم في النادي الاهلي، وهو علي معلول. واداؤه الحقيقه المتطور من مباراه لاخرى ومن دوري لاخر الحقيقه. انا طلعت معاك في حلقه هنا واحنا في دوري قبل البطوله الافريقيه. ايوه. وعرفنا ان علي معلول ما اتخذش مع المنتخب لظروف الظروف. قلت لك واحنا قاعدين يا ريته كان من بدري كنا ادينا له الجنسيه. الحقيقه من اللعيبه الممتازين. كان في ناس بيعيبوا عليه الناحيه الدفاعيه، لا ده هو بيجيد الناحيه الدفاعيه وبيجيد الناحيه الهجوميه. وبعدين عنده سنس رؤوس الحربه، يعني حته المتابعه دي، المتابعه للكره الثابته. رؤوس الحربه هم اللي بيبقى عندهم الاحساس ده ان هم لازم يتابعوا الكوره، يمكن تقع من ايد الجون، يمكن تخبط في الحيطه. والدليل من هدافين النادي الاهلي جاب 8 جوان واغلبها من في كرات ثابته هو بيتابعها. يعني الماتشين الاخرانيين، ماتش المقاولين وماتش الزمالك، طبق الاصل زي ما قال الكابتن شريف في بدايه الحلقه، طبق الاصل واحده خبطت في الحيطه وجات له وقدر يعملها بجنب رجله في الزاويه البعيده، وواحده رجعت من ايد الجون في ماتش الزمالك وقدر يعملها. هي عنده السنس ده، المتابعه، ودي يعني قليله لما بتبقى في المدافعين. وبعدين عنده حته الكرات العرضيه موجهه، كل الكرات العرضيه فيها الدقه قبل القوه، يعني رايحه لحد بالاسم هيلعبها لمحمد بيبقى رايح لمحمد. ودي برضو من الحاجات الجيده فيه، مش بيلعب الكوره في المكان وخلاص. لا بيلعبها للمهاجم بالاسم، وبالتالي كان اسيست ممتاز من ناحيه الشمال انه يمون المهاجمين بكرات ممتازه. الحقيقه لعيب اكثر من رائع، والحقيقه اضافه ويستاهل يبقى احسن لاعب في كل السنين اللي لعبها في النادي الاهلي. حقيقه ممتاز، اكثر ممتاز الحقيقه. اتمنى له ان شاء الله مستقبل كويس مع النادي. دي اجمل من السجده دي والجول ده، السجود ده والشكر لله. لازم ربنا يكرمهم يعني. حقيقه بص بقى، كلاعب كوره كلنا لعيبه كوره وفاهمين. يعني انا محضر ذهني ان في كوره ممكن تخبط في الحيطه وتجي لي، انا في المكان ده عندي حسن التصرف السريع. في لعيب لسه يوقفها بقى وبعدين يتصرف معاها، او محضر نفسه، او يخاف يحطها لما تطلع بره يعملها بالعرض. يعني في لعيب بيوصل لغايه خط 18 وما يشوطش. علي معلول جاب لنا كام بونت السنه دي؟ يعني كام نقطه؟ جاب كذا ماتش طبعا، يعني جه لوحده جاي عامله بتاع 15 نقطه من باك ليفت اللي بيجيب 15 نقطه في دوري. سليف كوليبالي فاكرينه؟ جاب لنا ماتشين بدماغات وطالع حاطه في افريقيا، وصلنا في ماتش كنا بنلعب بره وجاب جول. يعني في لعيبه بتتمتع بالشخصيه اللي هي بتبقى موجوده مهما كان مكانه في الملعب ايه. فعلي معلول الحقيقه اثبت كمان على اخر السنه. انا فاكر لما كنت بقول لك علي في الدفاع مش يعني هو متحرر نص ملعب ومهاجم دلوقتي كمان انا شايفه ما شاء الله كديفندر باك ليفت، بيمسك وبيراقب وبيقطع ويغطي على الاثنين ديفندر اللي معاه. اكتملت الشخصيه الكامله بالنسبه للدوري المصري وبالنسبه لعلي معلول. بنقول له مبروك علينا ومبروك ليك، ولا يهمك اللي ما يلعبكش يبقى هو اللي خسران. تمام. كابتن حشيش، ايضا كان عوده رامي ربيعه والمركز ده كان عندنا فيه اصابات كثيره خلال هذا الموسم، وبالتالي عوده رامي ربيعه بتمثل مكسب كبير للنادي الاهلي في هذا المكان. في شك يعني فرقه النادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت كان اكتر مشكله عندها هي حته القلب المساكين، كان دايما فيها شورت. يا اما حد مصاب يا اما يعني لعيبه برده مش مظبطه مع بعض، كان دايما المشكله دي موجوده. عوده طبعا ربيعه من يعني خبرات كبيره جدا عنده، لعيب هداف. تحس ان كمان في ميزه رامي ان هو من الناس اللي بتلعب بحميه وبقلب في الملعب، بيلعب بجديه وبيلعب برجوله، وتحس ان هو عنده حته القياده اللي هي مهمه قوي في الخط الاخير اللي قدام حارس المرمى. أيوة. لازم يكون في واحد بيتكلم كتير. تحركات طبعا الفراوده والمهاجمين، يعني ممكن حد يسرق مساك جنبك حاجه، فلازم الكلام كتير اكتر من اي حته في الملعب. فطبعا هو يعني وجوده طبعا وعودته مكسب كبير للنادي الاهلي، ويحل الحته اللي كانت عامله شويه صداع، بدليل ان احنا جبنا ايمن اشرف من الباك الشمال، لعبناه فتره كبيره
ناحيه المساك. اللي انا عايز اكمله برضو على موضوع علي معلول، يعني انت لو سالت اسلام، احنا اصحابنا مدربين مديرين فنيين في الانديه في الدوري، حماده صدقي، عماد النحاس، الناس كلهم اجتمعوا على حاجه، لما بيجي لاعب النادي الاهلي بيقول لك اول حاجه انا هعمل ايه؟ اوقف معلول، اوقف الدنيا دي زي. يعني اول حاجه كده هفكر، يعني عارف بيعمل صداع للفرق الثانيه لان هو ما بيهداش الحقيقه. يعني ما شاء الله حته السبرنتات اللي بياخدها ناحيه الشمال تحس ان جابها يعني قويه جدا للنادي الاهلي، ما تقدرش ان انت تغفلها، لازم الفرق الثانيه بتوقف الباك رايت بتاعها دايما في الماتشات بتاعتنا، ما حدش بيقدر يهاجم من ناحيه الشمال بتاعتنا واليمين بتاعت اي فرقه، لان هو على طول بيهاجم على طول في كل كوره، سرعه عنده، الانطلاقات عنده، الكره العرضيه، فهو الحقيقه يعني يستاهل زي ما كابتن ابراهيم قال يعني نكون احسن لاعب في النادي الاهلي خلال، او صاحب المستوى الثابت خلال الفترات اللي فاتت يعني. طيب معلش، خلينا احنا النهارده طبعا حلقه احتفاليه الحقيقه بالدوري العام المصري، برضو عايز اعرف رايك يا كابتن ابراهيم، خلينا نطلع بره اللاعبين شويه الحقيقه، لان كل اللاعبين ابطال يستحقوا كل الثناء الحقيقه خلال الفتره اللي احنا استحملوا كتير الحقيقه، استحملوا كتير جدا، سواء بقى من اصابات او من عراقيل تم وضعها امام النادي الاهلي وامام لاعبين تحديدا او بعض اللاعبين، وفي النهايه عندنا مدير كوره جيد جدا، واحد من افضل مدير الكوره في الفتره الاخيره الحقيقه، وفتح المجال لجيل الشباب ان هو يكون متواجد من خلال كوادر جديده بيضعها النادي الاهلي في كثير من المراكز، طبعا في ظل وجود مجموعه كبيره من الخبرات الحقيقه اللي دايما احنا بنتعلم منها. سيد عبد الحفيظ ودوره خلال هذه الفتره كابتن ابراهيم. الحقيقه دوره اكثر من رائع، والدليل خلال الموسم الشاق الطويل ده ما حصلش مشكله صغيره في النادي الاهلي، ولا في مشكله عند لاعب ما خدش الالتزامات بتاعته، اللعيبه المصابه بيودوها بيتعالجوا في احسن مع احسن الدكاتره في المانيا، بياخدوا فتره النقاهه هناك والعلاج الطبيعي بعد العمليات اللي بيعملوها، اداء عنده حاجات تانية بيعملها، حته الناحيه النفسيه والتعامل مع اللعيبه داخل الملعب كلهم نجوم، لما تتعامل مع لعيبه كلهم نجوم مشكله جدا بتقابل اي اداري في النادي الاهلي، لو المدير الكوره ده مش نجم زيهم ممكن يبقى في ضرب ممكن يحصل، انما هو كان لعيب كوره وعارف معامله اللعيبه ازاي وعارف معامله النجوم ازاي، وكل واحد بيديله قدره وبيديله نجوميته وهو بيتعامل معاه، فبالتالي الحقيقه سيد عبد الحفيظ اكتسب خبرات كمان في الماتشات الخارجيه حته انه بيسافر قبل الفرقه بيوم او يومين، وبيحجز الفنادق للعيبه وبيحجز الاوض وبيحجز الملاعب اللي هيتمرنوا عليها خلال الفتره اللي هيقعدوها في الماتشات، وجهد غير طبيعي بيقوم بيه لو هو ما عندوش الكفاءه، واكتسب الحقيقه خبره طول السنين اللي فاتت دي، اكتسب خبره كبيره جدا جدا، التعامل مع الاعلام ده في النادي الاهلي بالذات مدير الكوره بيبقى وضعه شائك جدا في التعامل مع الاعلام، بيتعامل مع الاعلام بطريقه جيده جدا، بيدي كل الناس حقها، ما بيبخلش على الاعلاميين باي معلومه متاحه ممكن يقولها لهم، الحقيقه بيقوم بواجبه خارج القيام، والحقيقه برضه بحيي مجلس الاداره انه ابقى عليه وانه جابه تاني، لانه من اكفأ مديرين الكوره اللي تولوا مهمه مدير الكوره في النادي الاهلي. كابتن شريف، المدرب العام والمدرب المساعد وبقيه الجهاز دائما ما بيبقى ليهم دور، ودور مهم الحقيقه في الجهاز، كابتن محمد يوسف وكابتن سامي قمصان وكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، ايه رايك في ادائهم وتقول لهم ايه بعد نهايه هذا الدوري الصعب؟ ما اعرفش، انا بحس ان هو جندي مجهول يعني بيبقى داخل المنظومه كلها، لما تقعد لازم تشوف بنفسك اثناء التدريب بيحصل ايه، لازم تشوف بنفسك الحاجات اللي حصلت في الفرقه السنه دي، لازم كان في دور كبير قوي للناس ان هم يلموا شمل اللعيبه بعد خساره اي ماتش او الخروج من اي بطوله او الشكل اللي احنا تعرضنا له، او ازاي يتمتع هو بالعين ان هو شايف ان عنده احسن لعيبه موجوده، فبتبقى في حاجات جانبيه احنا عارفينها بين المدرب المساعد المصري واللاعب المصري او اللاعب الاجنبي،
ازاي يحسوا على انه يبقى لازم يبقى موجود ويغتنم الفرصه، او لو كان مصاب يرجع بسرعه، وازاي ما يخرجوش عن الشكل بتاعه والفنيات العاليه بتاعته. ده دور الاجهزه الفنيه المساعده. نعم. وازاي يوصل كل ده طبعا للراجل صاحب القرار الاخير اللي هو المدرب الاول والمدرب العام. فانا بشوف ان في خبرات كبيره قوي في محمد يوسف، يعني سامي مصن ما شاء الله سمعته من الناشئين والتدريب والحاجات دي خليته يؤهل ان هو يبقى في الفريق الاول. محمد يوسف مسك فرق، محمد يوسف مسك النادي الاهلي، خد معاه بطوله افريقيا. أيوة. محمد يوسف انا بشوفه اقدر اقول انت فين يا محمد من الموقف ده؟ محمد ليه قرار فيه؟ ليه شخصيه فيه؟ ليه وجود فيه؟ لازم الناس تفهم ان مش عشان الناس اخلاق النادي الاهلي او طبيعه النادي الاهلي ودستور النادي الاهلي وكل واحد بيعمل اللي عليه من غير ما يبقى له صيت ولا بيعمل يبقى هو ما بيشتغلش. لا لا، ده هو بيعمل الدور اللي هو بيتمتع بيه وعارفه وحافظه ومتربي بين جدار النادي الاهلي، فده بيبقى شيء سهل واوتوماتيكلي زي ما انت قلت سيد عبد الحفيظ بيفرمط كل ده في بعضه. أيوة. يعني بيخلي الناس دي كلها حتى ما حدش حتى ولا مدرب مساعد يخرج بعيد عنه، ما بيلم الدنيا كلها، يعني بيلم الشمل كله. ازاي اخفف على لعيب بعد ما خسر او اجيبه تاني بسرعه عشان اجري الحق بطوله زي دي او لقاء قمه واكسب الاثنين، وهنفضل قدامنا شهر كده قاعدين نبارك لبعض كل يوم مبروك 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 مبروك، فرحانين ان احنا عملنا مش حاجه صعبه قوي، لا حافظنا على كياننا وحافظنا على البطوله اللي هي بتخرجش بره الدولاب بتاعنا، ودخلت الدولاب ان شاء الله كاس مصر اللي جاي يبقى برده نفس الشكل. ولازم خريطه الطريق بقى للعيبه كلها برده، دي مسؤوليه المدربين اللي موجودين دلوقتي، لان هم اللي بيتفرجوا من فوق مش هم اللي بيلعبوا بس، يعني هم بيقولوا للعيبه احنا خلاص احنا لازم نفكر في البطوله الجايه، لإما انا مش عارف يعني لو ما خدناش البطوله الجايه برده هحس ان انا مش مبسوط، لازم يبقى دايما. دي حاجه، بص يا كابتن، اصل البطوله يعني القادمه او البطولات القادمه دي حاجه بتاعت ربنا. انا كمجلس اداره او انا كجهاز فني او انا كلاعبين من المفترض ان انا بعمل اللي عليا على اكمل وجه. انا عايز بس خريطه الطريق اللعيبه شافتها بنفسها. أيوة. مش هيمروا من اصعب من السنه دي، لا اصابات ولا دخول ولا خروج ولا نتائج ولا ارض كره مش متلعبش عليها الا بعد ما ظبطت بقى ان شاء الله، نشوف الدوري الجاي او الشكل الاستادات بقى والحلاوه عليها تساعدهم شويه، حتى ارض برج العرب النهارده تقيله عليهم وهم حتى بينقلوا كوره، يعني مش مساعداهم، فقابلوا مصاعب كتير قوي اللاعبين. اعتقد ان كان دور الاجهزه الفنيه المساعده ان هي اللي بتهيئ اللعيبه دي كلها، مش انت عارف احنا كلنا بشر، يعني لما تلاقيني مش موجود في الماتش ما تلاقينيش في التيم اكيد المدرب المساعد بيحتضن هذا اللاعب وبيقول له معلش انت قدامك اسبوع الجاي قدامك 10 ايام هتبقى موجود في التيم، تمام. فبيطمنوا يعني، فده دور كبير جدا ليهم واحنا بنشكرهم الحقيقه وبنبارك لهم برضه. كابتن حشيش، بقيه الجهاز اصل الناس دي ما خدتش حقها برضه من وجهه نظري، الجهاز الطبي، العاملين في النادي، العاملين في اللي موجودين دائما في غرفه الملابس ومع اللاعبين، دول الناس دي بتبقى اقرب لينا من اي حد تاني. صحيح. ممكن حضراتكم عارفين ليهم دور مهم برضو في فوز النادي الاهلي بالدوري هذا الموسم. انا عايز اتكلم على كل الناس. عايز اتكلم برضو قبل ما اتكلم على بقيه الجهاز، عايز اتكلم على السيد عبد الحفيظ. سيد من المديرين الكوره المحترمين جدا، خليفة بقى طبعا يعني مديرين كرة كتير في طبعا النادي الأهلي، كابتن علاء الصادق وكابتن طبعا الله يرحمه ثابت البطل. النادي الأهلي ظاهر واخد زي ما كان واخد حراسة المرمى نمرة واحد في مصر على طول، دايما حراسة المرمى معروفين بتوع النادي الأهلي، لا مديرين الكرة كمان سيد على مستوى عالي من الثقافة والذكاء، شغله كمان في الميديا اداله لباقة في الحديث، كان خط دفاع أول للنادي الاهلي خلال الدوري العصيب واللي برضه تهاجم هجوم كتير، وكان كل بعد كل ماتش بيتهاجم، انما قدر يوصل ببار الامان للعيبه كلها. وبرضه صعب انت بتعامل نجوم كبيره في النادي الاهلي، مرينا بظروف جامده السنه دي من الاصابات ومين يلعب ومين ما يلعبش، وكانت صعبه جدا انك تقدر تخلي الناس كلها سواء اللي بره واللي جوه واللي متصاب بعيد يقدر يرجع بسرعه، كل ده شغل مدير الكوره. كذلك برضو محمد يوسف مدير فني على مستوى عالي ومصنف مدير فني، مسك فرق كبيره جوه مصر وبره مصر وخد بطولات مع النادي الاهلي. لما يقبل ان هو يبقى الراجل الثاني او
المدرب المساعد للمدير الفني برضو دي حاجة يعني بتنم عن شخصية النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي في الأشخاص اللي بينتموا للنادي الأهلي. تمام. واحد زي محمد تمام. يوسف. وبقية الجهاز. بقية الجهاز طبعا الجهاز لو هنتكلم على الجهاز الطبي. جهاز الطب السنة دي ياما يعني اتهاجم بشكل غير عادي نتيجة الإصابات الكتيرة اللي كانت موجودة اللي كان أنا بقول الأساس فيها هي مش التدريب أو الجرعات اللي بتتاخد هي الإجهاد الكبير اللي كان موجود نتيجة التعاقب طبعا المواسم على بعضها والماتشات المتتالية قدر الجهاز الفني برضو يرجع اللعيبة الجهاز الطبي يرجع اللعيبة تاني للحالة الكويسة بتاعتها وشفنا الكلام ده الانتفاضة اللي حصلت للنادي الأهلي في الدور الثاني الحمد لله لغاية آخر آخر ماتش ماتش الزمالك الناس لغاية آخر دقيقة واقفة على رجليها وكان صعب كمان قوي إنك تبدأ بعد فترة إعداد تبدأ بنهاية موسم أو نهاية بطولة أنت المفروض إن أنت بتبتدي الموسم بتدرج في المستويات لا ده أنت بادئ على طول لماتشات صعبة ومهمة فإنك تجهز الناس إن تبقى مؤهلة لحاجة زي كده فطبعا يعني تحية للجهاز الطبي طبعا العمال غرف الملابس طبعا والأفراد المساعدة شفنا يكفي الفرحة بتاعتهم في أوضة اللبس طبعا. في أوضة اللبس بعد ما خدنا بطولة الدوري والفرحة وارتباطهم الكبير باللعيبة تحس إن كله حاجة واحدة اللعيبة لما بتطلع تتكلم قبل ما تتكلم على مدربين ولا جهاز ولا مجلس إدارة بتتكلم على عمال في أوضة اللبس اللي انت زي ما انت قلت ان هم بيبقى الاحتكاك الرئيسي والمباشر بيهم عموما طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي ومستر مارتن لاسارتي احنا اتكلمنا عنهم كتير جدا جدا خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا وبالتالي المجموعة الباقية دي الحقيقة دايما بتبقى مظلومة شوية أو بعيدة منسية شوية أو منسية شوية وبالتالي كان يجب أن احنا برضو نسمع كلمة من كل كابتن من كابتننا الكبار لأن طبعا عدوا بالمراحل دي كتير جدا أنا بشكرك جدا يا كابتن إبراهيم على وجودك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا كابتن شريف على وجودك معنا شكرا جزيلا يا كابتن حشيش أنا بشكر حضراتكم طبعا وبشكر نجومنا الكبار على نص ساعة أو ساعة لربع الحقيقة ولكن قدرنا نفهم منهم حاجات كتيرة جدا خلال النص ساعة أو ساعة لربع دي وعرفناكم بالطاقم الطبي إن هم محتاجين احنا في طاقم طبي على أعلى مستوى في تأهيل. وفي تأهيل وفي حاجات كتيرة جدا بعيدا طبعا عن مدير الكرة والمدير الفني ومجلس الإدارة بقية الناس برضو ليها دور ودور هام جدا ابعتوا لنا بقى كل أسئلة حضراتكم زي ما قلت لكم أنا النهاردة هاخد أسئلتكم من على صفحتنا على الفيسبوك صفحة قناة النادي الأهلي بث مباشر لأحدث صفقات النادي الأهلي محمود متولي كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها ابعتوها لنا على الصفحة هتلاقوا كده مكتوب على الصفحة من فوق بث مباشر محمود متولي في حوار خاص على شاشة قناة النادي الأهلي ملعب الأهلي واسأل متولي والرابط بتاع اليوتيوب اللي عايز يتفرج برضو يتفرج من خلال هذا الرابط ابعتوا كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تبعتوها وأيضا على صفحتنا صفحة قناة النادي الأهلي على تويتر هاشتاج اسأل متولي هاشتاج اسأل متولي يعني إن شاء الله قريب جدا هتلاقوه هو اللي في الصدارة لأن أسئلة كثيرة جدا 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 الحقيقة جاية لمحمود متولي بعتوا لنا أسئلتكم هنطلع نشوف تقرير الريمونتادا التاريخية للنادي الأهلي وبعد هذا التقرير هنستقبل نجم النادي الأهلي الجديد وأحدث صفقاته محمود متولي.